تمت القراءة الأولى لقانون العفو العام وسط اعتراضات كبيرة، هل سيمضي البرلمان بالقراءة الثانية ثم التصويت أم أن هناك تعديلات ستطال مواده؟ نعم مناض، يعني لا يوجد هنالك اعتراضات حصلت عندما تمت الموافقة على قانون الأحوال الشخصية. كانت هنالك مقايضة سياسية أو مقايضة تشريعية داخل مجلس النواب حصلت يوم أمس، هذا ما تحدثوا به بعض النواب المستقلين، أن هنالك أصبحت أشبه بمقايضة سياسية تمت بموجب القانونين المصادقة على قانون الأحوال الشخصية يكون أو الموافقة على قانون الأحوال الشخصية تكون هنالك الموافقة أيضا بالمثل لقانون العفو العام. وهذا ما حدث فعلا داخل مجلس النواب عندما تمت أغلب الكتل السياسية وبالتحديد السنية الموافقة على قانون الأحوال الشخصية، تمت الموافقة على قانون العفو العام. فبالتالي القراءة الأولى لقانون العفو العام ربما قد يمهد للقراءة الثانية. القراءة الثانية تكون بها بعض التعديلات، أي بمعنى عندما ينضج القانون تكون هنالك صيغة واحدة موحدة حول من هم المشمولين بقضايا الإرهاب وهم ومن الذين لم تتلطخ أيديهم بسفك دماء الأبرياء في منذ عام 2006 و2007 وحتى عام 2015 و16 وصولا الى عام 2024. فبالتالي عندما ينضج القانون للقراءة الثانية سيكون مؤهلا للتصويت عليه في المرحلة الثالثة، ويكون التصويت بالإجماع، خاصة وأن أغلب الكتل السياسية وبالتحديد السنية والشيعية اتفقت على تمرير قانون العفو العام، ولكن أن يكون القانون المقابل هو قانون الأحوال الشخصية. إذا تمت الموافقة والتوافق بين الكتل السياسية على تمرير هذين القانونين سيكون قانون العفو العام ممرر بشكل كامل ولا يوجد هنالك أي اعتراض على القانون. ولكن طيب، بالمجمل يا ملاب، كانت هنالك اعتراض على صيغة القانون. صيغة القانون عندما جاء من مجلس رئاسة الوزراء الصيغة غير مفهومة بالتعريف حسب ما تحدث به بعض النواب من الإطار التنسيقي بأن الصيغة لم تحدد ولم ينضج، فبالتالي عند تنضيجه وتحديده سيكون هنالك يعني المصادق عليه والموافق عليه داخل مجلس النواب بشكل كامل. نعم، ذكرت زميلي مهدي أن هناك قانون مقابل قانون آخر. القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية رفضتها قوى سياسية فاعلة في البرلمان إلى جانب الكتل النسوية، كيف تم الإدراج؟ هل يعني هناك تزوير بالتواقيع؟ بكل تأكيد قبل يومين تم تشكيل كتلة نسوية داخل مجلس النواب للاعتراض على قانون الأحوال الشخصية، باعتبار أن قانون الأحوال الشخصية يهدم أسرة المجتمع ويفكك ويسلب حقوق المرأة، هكذا تحدثوا داخل مجلس النواب في مؤتمرهم الصحفي الذي عقد يوم أمس والذي أعلن عن تأسيسه قبل يومين بأن هنالك اعتراض كبير أن قانون الأحوال الشخصية يسلب حق المرأة من الميراث والحضانة. فبالتالي يوجد هنالك اعتراض كبير داخل مجلس النواب. تم تشكيل كتلة من النواب من النائبات المستقلات وبعض النواب الذين لم ينتموا ولم يحتموا تحت أي مظلة سياسية أيضا رفضوا قانون الأحوال الشخصية وأيضا خارج مجلس النواب. ولكن يا ملاذ، عندما تكون هنالك يعني موافقة سياسية وأغلبية على تمرير القانون سيتم تمريره بكل أريحية مهما علت الأصوات داخل مجلس النواب وخارج مجلس النواب، وهذا ما يدور داخل قبة البرلمان. وأي قانون يشرع مهما كانت له أصداءه كبيرة، يعني أكثر من قانون سانت ليغو عندما كانت أصداء التيار الصدري عالية جدا وأصداء الناشطين وكان هنالك اعتصاما مفتوحا أمام مجلس النواب ومرر قانون سانت ليغو، وكذلك أيضا قانون الأحوال الشخصية عندما يعتزم أغلبية داخل مجلس النواب على تمرير قانون معين سيمرر القانون بكل أريحية تامة. فبالتالي بعض النواب من الإطار التنسيقي عازمون على تمرير قانون الأحوال الشخصية. أيضا الطرف الآخر، الكتل التي تريد تمرير قانون العفو العام، بكل تأكيد هي موافقة على تمرير قانون الأحوال الشخصية حتى وإن كانت موافقة بالإكراه، ولكن تريد أن تمرر قانون العفو العام الذي يعني وعدت بها جماهيرها بأن يمرر هذه الدورة التشريعية بسبب الوعود التي قطعوها طيلة سنوات. فبالتالي يا ملاذ، قانون الأحوال الشخصية رغم الاعتراضات الكبيرة ورغم البنود التي تعتقد بأنها يسلب بها المرأة ولا يعتبرها نصف المجتمع بل يعتبرها في آخر في خانة في المجتمع، سيمرر هذا القانون حسب ما تتحدث به ناشطات وحسب ما تتحدث به نائبات داخل مجلس طيب. النواب بعض النائبات على خلفية ما حصل في جلسة يوم أمس ستقدم اعتراضا وطعنا في جلسة يوم أمس طيب زميلي مهدي، جلسة غير دستورية وغير شرعية. نعم، هو اصلا يعني هل من الممكن تشريع القانونين بلا رئيس اصيل ام سيؤجل ذلك لحين حسم رئاسه البرلمان؟ وباختصار شديد لو سمحت زميل.
يعني حسب القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب بأن حق النائب الأول أن يتولى بديل رئيس البرلمان إن حصل يعني إقالة أو استقالة، فبالتالي يعني مجلس النواب بالإنابة هو يعني يسير وفق النظام الداخلي للبرلمان، فبالتالي لا يوجد هنالك اعتراض على تمرير هذه القوانين، ولكن هذه القوانين يجب أن تخضع لجنبه تشريعية قانونية، أي بمعنى جميع القوانين التي تمرر يجب أن تكون نصف زائد واحد يعني وجود هذه الصيغة ووجوب هذا القانون، فبالتالي لا يوجد هنالك أي اعتراض، ولكن هنالك إكراه في بعض القوانين، هذا ما يتحدث به بعض النواب بأن هنالك بعض القوانين تحتوي على صبغة عقائدية مذهبية، فبالتالي لا يريدون تمرير هذه القوانين باعتبار هذه القوانين رجعية وإدخال به يعني بعض ربما البنود الشرعية للمذهبين السني والشيعي حسب قانون الأحوال الشخصية. ولكن بالمجمل العام كما تحدثت يا ملاذ بأن قانون الـ يعني مجلس النواب الذي يدار الآن بالإنابة وهو يعني قانوني ووفق النظام الداخلي لمجلس النواب بأن يتولى النائب الأول مهام رئيس البرلمان إن كان غائبا أو مسافرا أو ربما قدم إقالة أو قدم استقالة أو أقيلة، فبالتالي ما يدور داخل مجلس النواب من التصويت للقوانين هي تشريعية وقانونية، ولكن الأمثل والأفضل أن يكون رئيس البرلمان هو من يشرع ويصوت هذه القوانين حتى تكون هنالك محاصصة كاملة وفق النظام الداخلي لعام 2000 وفق النظام القانوني لعام 2003 ولحد هذه اللحظة، حسب ما يعني تم تسيير مجلس النواب على هذا النمط بأن يكون هنالك المكون السني يدير مجلس النواب وتكون القوانين متفق عليها بين جميع الأطراف الكتل السياسية. نعم، من العاصمة بغداد الزميل مهدي غريب، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.